ده مسؤولية وطنية. أنا نزلت طيب أنا هنطلع في الشارع. أنا نزلت عشان ده مسؤولية وطنية، ولازم الواحد يكون بمسؤوليته ومحبته للوطن إن هو ينزل، لأن ده قرار مصيري، قرار مصيري لمصر كلها. فلازم الواحد يكون فعال في الوطن، كل إنسان لازم ينزل لأن ده بلده ووطنه. بعدين حضرتك يعني احنا نزلنا لان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعني انقذ البلد، انقذ مصر كلها، وفي حين ان بلاد تانية سوريا وليبيا واليمن والعراق كل دول ما خلاص ما بقاش فيهم اي شيء. لكن هنا نشكر ربنا ان في البلد كل واحد في امن، وكل واحد يقدر ينزل واولاده ينزلوا وبناته ينزلوا، ففي امان، في امان. فدي اهم حاجه، حتى لو في غلا، حتى لو كان شويه فول وطعميه ورغيفين رغيف عيش فاحنا راضيين، بس الواحد يبقى مطمن على اولاده نزلوا وبناته نزلوا، فده اهم حاجه. فعشان كده واجب وطني ان احنا ننزل نعيد الدستور اللي قدمه رئاسة الجمهورية مع المتخصصين في القانون.